أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العلي العظيم. الحديث والموضوع في رحاب دعاء مكارم الأخلاق لمولانا وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين الإمام علي بن الحسين عليهم الصلاة والسلام. اسمحوا لي أقدم مقدمة ثم أدخل في صلب الموضوع. المقدمة: كما أنه الإنسان يحتاج إلى هواء في حياته الطبيعية، في حياته الجسدية، ويحتاج إلى الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، في حياته الطبيعية، طبيعة الإنسان، أنه لولا وجود الهواء فإنه بعد ثواني، بعد دقائق، ستجده يختنق ويموت. وكذلك لولا وجود الماء فإنه بعد أيام ستجده يموت. إذن الإنسان يحتاج لبقاء حياته إلى الهواء والماء. هذا في الحياة الطبيعي، يعني بدنك جسدك يحتاج إلى هواء، ما يمكن أن ينكر ذلك، مسألة بديهية وجدانية بالوجدان، والوجدانيات من البديهيات، فما يمكن لأي واحد أن ينكر أنه أنا أحتاج إلى هواء لسلامتي، لحياتي، للتنفس، فأحتاج إلى أكسجين، أحتاج إلى هواء، ولولا ذلك لمات الإنسان. في الروح كذلك، روح الإنسان أيضا هناك أشياء ضرورية، الهواء ضروري للبدن، من الضروريات، من البديهيات، كذلك روح الإنسان أكو هناك أشياء بديهية ضرورية أنه الروح يحتاج، يعني ما يمكن أن تستغني الروح عن ذلك. من هذه الاحتياجات الروحية الضرورية الأخلاق. الروح كل واحد من عندنا يحتاج إلى أخلاق. بقائنا ببقاء الله، اسمعوني جيدا، موضوع عرفاني دقيق. بقائنا إحنا ببقاء الله، احنا عندنا بقائين، بقاء دنيوي وبقاء اخروي. بقائك الدنيوي انما هي عوامل طبيعيه خارجيه، ولكن عمر الانسان محدود من حيث ولادته الى يوم رحلته، محدود 60 سنة 70، هذه بقاء مقطعي، بقاء طبيعي، مو بقاء ابدي للانسان ابدا. ماكو واحد في الحياة الدنيا يبقى بقاء أبدي، حتى الخضر عليه الصلاة والسلام وإن شرب ماء الحياة لكن يموت يوما ما، إذا نفخ في الصور كل من عليها فان، كل من عليها يموت. نفخ الصور الأولى لإسرافيل عليه الصلاة والسلام، عندما ينفخ كل الخلق الأحياء يموتون، لم يبقى واحد حي، كل حتى الملائكة تموت، حتى عزرائيل آخر واحد يقبض روحه هو عزرائيل، يقول له اقبض روح جبرائيل، فيقبض روح جبرائيل، ثم يقبض روح ميكائيل مسؤول الأرزاق، وإسرافيل، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقبض روحه، روح عزرائيل، الكل يموتون. فماكو بقاء، البقاء لله سبحانه وتعالى ولا غير، هو الباقي، هو الأبدي، هو السرمدي، هو الأزلي. أزلي يعني شنو؟ يعني لا أول له. أزل كلمة مستعربة،
أصلها فارسية زل. زل يعني شنو؟ يعني لا أول له. فالعرب لما يأخذون كلمة من لغة أجنبية يستعربوها، يعني يجعلوها عربية، يضيفون عليها حرف أو يقللون حرف حتى تصير الكلمة عربية عندهم، لا تبقى على الفارسية. عندهم نوع من التعصب بالنسبة إلى لغتهم. لذا أزل أصلها الزول، يعني شنو؟ يعني لا أول له. فالله هو لا أول له لأنه هو الأول، الله هو الأول فلا أول له. الأبدي يعني لا آخر له، الذي يجمع بين الأزلية والأبدية يسموه سرمد، سرمدية. فالله هو السرمد، هو الأزلي، هو الأبدي، هو السرمد. هذه ثلاث أسماء من أسماء الله الحسنى، وهي معانيها. فالله سبحانه وتعالى هو الباق، وما عندكم ينفد، ما عند الله باق. زين، الإنسان بروحه يبقى لأنه الروح من الله سبحانه وتعالى، ونفخت فيه من روحي. فالإنسان يكون باق بروحه. متى يكون باق في روحه؟ عندما يخرج من هذه الدنيا، الله يقبض روحه، يتوفى الأنفس حين موتها، يقبض روحه ويصعد بروحه إلى عالم البرزخ، إلى القبر السماوي، كما أنه جسده في القبر الأرضي روحه في القبر السماوي، فيجعل روحه أمانة في ذلك القبر، قبر السماوي، إلى يوم يبعثون، يوم النفخ الصور الثانية، لما تصير كلهم الأموات ينتشرون ويحيون حياة أخرى تصير، وهي الحياة الأبدية، تبدأ الحياة الأبدية. فالإنسان يكون باقي، الإنسان يبقى ببقاء الله. يعني شنو؟ يعني يفنى في الله ويبقى ببقائه. يفنى في الله شنو؟ يعني شنو يصير الله؟ لا، سبحان الله، ليس كمثله شيء. وإذا قلنا بوحدة الوجود كما عند بعض الصوفية، هذا كلام باطل ويستلزمه الكفر. لا، احنا نقول يفنى في الله يعني إرادته تكون إرادة إلهية، أنه لا يريد إلا ما أراد الله فقط. هذا يصير إرادة إلهية، يعني فنى في الله. بعد ما يقول أنا أريد، يقول هو يريد. لما يسأل الإمام الصادق، يسأل أحد أصحاب الظاهر جابر أو أبو بصير، يسأله أنه ماذا تريد؟ قال أحب المرض على الصحة، على أساس يعني يزاهد في الدنيا، وأحب الفقر على الغنى. قال له ولكن أنا إمامك الصادق مو هالشكل. قال له أنا أحب ما أحبه الله لي، إذا أحب الله أن أكون غنيا أحب الغنى، راضي بقضاء الله سبحانه وتعالى، بقدر الله. وإذا أحب الله أن أكون سالما وأدعو الله أن أكون سالما، أنا أحب السلامة لا ما أحب المرض. لذا أحب ما أحبه الله لي، أريد ما أراده الله. هذه فناء في إرادة الله. إذا وصلت إلى هذا المقام ستبقى ببقاء الله. يعني شو وقت ما الله موجود وهو موجود ولا نهاية له، لأنه هو وإليه المنتهى، لأنه هو الأبدي، هو السرمدي، هو الباقي، فجنابك ستبقى ببقاء الله سبحانه وتعالى. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: فاتقوا الله عباد الله، وبادروا آجالكم بأعمالكم، وابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول عنكم، وترحلوا فقد جد بكم، واستعدوا للموت فقد أضلكم، وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا، فإن الله سبحانه لم يخلقكم عبثا ولم يترككم سدى، وما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به، وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة. احنا لما نوصل الى الله سبحانه وتعالى
الله سبحانه وتعالى عنده أسماء الجلال وأسماء الجمال. الله قهار، منتقم، جبار، هاي أسماء جلال، بها هيبة، بها خوف، تخوف، يخاف. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يخاف من مقام الله، لأنه الله قهار منتقم شديد العقاب في موضع النكال والنقمة. لا سامح الله إذا الله يغضب على واحد، بعد هاي ما لها نهاية، ضربة رب العالمين ما إلها دوا كما يقال في المثل. إذا ضرب الله عبده بعد هاي خلصت، ينتهي كل شيء. لذا يخاف من قهارية الله، من جبارية الله، من أنه الشديد العقاب في موضع النكال والنقمة. ولكن عندما ينظر إلى رحمة الله، الله أرحم الراحمين، الله جميل في أسمائه، يستأنس الإنسان عندما يسمع الرحمة الإلهية، عندما يسمع العطوفة والشفقة، شفيق، رفيق، وفيق، صديق، شريده، صديق من لا صديق له، رفيق من لا رفيق له، عماد من لا عماد له، سند من لا سند له، ذخر من لا ذخر له. أصل الله سبحانه وتعالى كل وجودي، كل حياتي، وجميل جدا، جميل الله، إن الله جميل ويحب الجمال، فله أسماء الحسنى، أسماء جمال، إنه أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة. مو الشكل لما تلقي الله، وكل واحد يلقي الله، هاي خلوها بذهنكم، ما من واحد منا إلا ويلقى رب العالمين يوم اللقاء، إلا أنه راح نلقى على شكلين. بحياتي أنا سأمهد إلى لقائي مع ربي يوم القيامة. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، فشنو؟ قول معي، فملاقي. فكل واحد يكدح في حياته، يشتغل في حياته، لأنه يأتي زمان، مرأة ورجل ماكو فرق، حتى النسوان، يأتي زمان أنه يلتقون مع الله، لقاء مع الله. هذا اللقاء الإلهي على نحوين، إما اللقاء بالجنة تلقى الله سبحانه وتعالى، لأن الله رحمته تتجلى في جنته، جماله يتجلى وين؟ في جنته. الجنة جمال الله، دار السعداء، فتكونوا من السعداء ونكون معكم من السعداء في جنات عدن عند مليك مقتدر في مقعد صدق. تارة هكذا، تارة لا، يلقى الله وين؟ نار جهنم، يشوفه بعقابه، يشوفه بأسماء الجلال، أسماء الهيبة والخوف، يراه بشديد العقاب. ليش؟ لأنه حياته كانت حياة جهنمية، مو حياة جنتية. أنا حياتي مع نفسي، مع المجتمع، مع بيتي، مع زوجتي، مع أولادي، مع والدي، حياتي تارة تكون حياة جنة، واقعا أعيش مع الوالدين في جنة، أعيش مع الأولاد في جنة. الله لما خلق العقل بيش خلقه؟ خلقه من نوره، قال أقبل أقبل، قال أدبر أدبر، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أفضل منك، بك أثيب وبك أعاقب. جعل العقل في الجنة، ثم خلق الجهل من الظلمات، من النار، قال أقبل لم يقبل، قال أدبر راح انهزم أدبر، فغضب الله عليه. بعدين العقل اطى 70 جندي أو 75 جندي حتى يعينون هذا العقل. الجهل قال له أنت العادل، قام يحتج مع رب العالمين، قال له أنت العادل وخلقتني من الظلمات ومن النار، وهذا الآن راح عدوي، العقل عدوي وأنا عدوه، وراح نصارع في الدنيا، حلبة الصراع دنيانا، فأنا بالدنيا راح أصارع العقل والعقل يصارعني، هو عنده 70 وأنا كل شيء ما عندي، وهي ليس من العدل. قال شو تريد؟ قال له 70 جندي اعطيني. فالله سبحانه وتعالى أيضا أعطاه 70 جندي، صار 70 في مقابل 70، وهذا الصراع موجود في نفس الإنسان. فإما أن يكون جهنميا من الظلمات، وإما أن يكون من أهل الجنة، جنتي واحدة من الاثنين. فيوم القيامة نحن نلقي الله سبحانه وتعالى، نلقي الله لا محالة. فلازم الآن نستعد. الله سبحانه وتعالى عندما كلفني بتكاليف شرعية، ليش؟ حتى أنه يميز بين الخبيث والطيب، يميز بين المؤمن والكافر، يميز بين الحق والباطل، لأنه الدنيا بها حق وبها باطل. دنيا دنية واطئة وطيئة، لذا بها ظلمات وبها نور،
أشرقت الأرض بنور ربها، لكن يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ الظلم شنو؟ ظلما وجورا. الأرض بها ظلم وجور. الدنيا شوف هاي نقطة مهمة جدا، لما الحج عليه الصلاة والسلام يحضر ويأتي ويظهر، يظهر يملأ الأرض قسطا وعدلا، مو الدنيا. الدنيا تبقى دنيا ذليلة، الدنيا تبقى دنيا ذليلة، الدنيا تبقى أنه طلقها أمير المؤمنين 3 طلقات، قال أنت طالق 3 طلقات لا رجعة لك. الدنيا مذمومة، الدنيا اللي تقطعك عن الآخرة، ترى الدنيا مزرعة الآخرة، هاي دنيا ممدوحة. أما الدنيا اللي لا تشغلك عن آخرتك، الدنيا اللي تشغلك عن الآخرة مذمومة هاي الدنيا. هذه الحجة ميجي ما يصلحها، هاي الدنيا تبقى الدنيا مذمومة. الحجة لمن يأتي يصلح الأرض فقط، الأرض يصلحها. وأما الدنيا اللي هي في وجودي، الدنيا شنية؟ الدنيا هو هواية، هواية دنياية. أنا ترى أهوى آخرتي صد دنياي، آخرتي آخرتي دنياي. ترى لا، أنا أهوى شهواتي رغباتي فصد دنياتي رغباتي. قبلتهم نساؤهم، دينهم دنانيرهم، والدين لعق على ألسنتهم، أينما درت معايشهم يحطونه على ألسنتهم أنه أنا متدين. وإذا محسوا بالبلاء قل الديانه، ماكو دين. الآن الآن لازم تصمم، يعني الآن لازم تقرر أنه أنا كيف ألقى الله سبحانه وتعالى. ألقاه بيا أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة بالجنة، أو لا سامح الله يلقاه الإنسان في النار وفي أشد المعاقبين في موضع النكال والنقل. فإحنا لما نقول أخلاقيات، هدفنا أنه نصل إلى مقام لقاء الله ونتخلق بأخلاق. هاي خلاصة الكلام، كل هذا الحكي كلمة واحدة، كلمة واحدة يا جماعة، والله كلمة واحدة، وهي أنه يا بني آدم صير خوش آدم. بس احنا نريد نصير خوش آدم ليس أكثر، لكن هاي خوش آدم شلون نصير؟ هاي خوش آدم صعب مستصعب، إن واحد يصير خوش آدمي هذا صعب مستصعب، كالقابض على الجمرة من النار، القابض على دينه كالقابض على الجمرة من النار. شكل صعب واحد يقبض جمرة بيديه ويخليها ساعة بيديه أصلا يهلك. فلذا المتدين واقعا في حياته بعض الأحيان يهلك، يفر إلى قمم الجبال. في الحديث الشريف عندنا يأتي زمان تحل فيه العزوبة، قال يا رسول الله تحل فيه العزوبة؟ قال بلى، لأنه هذا المسكين الشاب يأتي إلى أمه يرى أمه تطلب منه الدنيا والحرام، يأتي إلى أبي يطلب منه الدنيا والحرام، إلى زوجتي الحرام وشبهات، إلى أولاده الحرام وشبهات، هذا وين يروح؟ لذا يفر إلى قلل الجبال، يفر. هذا الزمن آخر الزمن هكذا يكون. فالدنيا خطرة جدا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أولاد الحسين.